السنه دي او الفتره دي المكان لافف ومستني والسكاكين مستنيه والجاهز ان هي تسن، لان زمان ما كانش فيه اعداء. انا وانت اهو والبطوله جايه ان شاء الله باذن الله، ربنا يا رب يوفق الاهلي. يعني ما على فكره انت السنه اللي فاتت ما نحتاجش لكده. على فكره انت السنه اللي فاتت راهنتني على الهواء ان الاهلي هيكسب بطوله افريقيا. صح؟ وخسرت الرهان. شفتش منك حاجه. ليه؟ طرتني على الهواء. اراهنك في البرنامج حصل ده. حصل القصه دي؟ مش هواء. طيب والله. لا بس انا حلتك في ستارز اوف فانتسي. اديتك. والله ولا حاجه. طب قول لرندك بقى خدهم وخلاص. ها؟ الزمالك ومرتضى وازمه لجنه الاحتراف. لا موضوع بقى شائك. انا في رايي هل مرتضى منصور اخطا؟ لا مرتضى منصور اخطا. يعني احنا بنتكلم مع بعض، في خطا موجود؟ لا في خطا موجود. في النهارده اهانه لعناصر مهمه جدا في اللعبه حصلت في اكتر من موقف، صح ولا لا؟ يعني الخطا موجود. اللي مخلي الناس مستغربه قوي حاجتين، هو ليه ما كانش بيحصل حاجه قبل كده ودلوقتي في رد فعل؟ والتوقيت ليه دلوقتي؟ التايمنج دلوقتي ده التساؤل الكبير اللي موجود عند الناس. لكن الخطا موجود، في غلط. مع النهارده بتتكلم على راجل قال على رئيس الاتحاد الدولي ان هو اقرع. مفيش حد بيقول كده على 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 حد، ان هو قال على حسن مصطفى كلب. قال كده في التلفزيون. أنا يعني الكلام اتقال، في خطا حصل. قال النهارده في حاجات مش كامله. خلينا بس ما نعيدش الالفاظ يعني. يعني ماشي. قال بوشيلو كلب. هو قال كده في التلفزيون. يعني الراجل قال كده في التلفزيون. تتكلم ان الراجل طالع في التلفزيون بيقول انا اديت اوامر للعيبه انها تضرب الحكام بالقلم. في خطا في لكن هل، وده السؤال اللي انا بساله لك، هل السكوت على الخطا خلى الناس خلاص بقى ده عادي؟ خلى السكوت على الخطا في الماضي خلى الناس تقول ان ده عادي؟ ايه المشكله؟ ما خلاص ده عادي. ولا هل التوقيت بتاع خروج القرار هو اللي مجنن الناس؟